أستاذ أنمار الحائلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنمار الرئيس الشجاع القوي الذي وقف في وجه الكل من أجل العميد، الذي سدد ديون لمدة 3 سنوات، الذي أقفل القضايا، الذي جلب لنا صفقات رائعة. أرجو منك اعتزال الإعلام والسوشيال ميديا وبالذات تويتر، واعمل في صمت وقود سفينة الاتحاد إلى بر الأمان. وأنا بالنيابة عني وعن جماهير الاتحاد المحبة نشكر كل مجهوداتك، سواء استمريت أو لا. اعتزل الظهور في الإعلام وكما عهدناك، واعمل بصمت. لا أحد يستحق أن ترد عليه لأنهم أشباه إعلام مدسوسين بسمهم داخل الجمهور، وهذا ما يريدون، انقسام الجماهير. وحصل، ولكن المحبين وراءك وإلى الأمام. وأكرر شكرا 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 من كل قلبي.